وين ما كنتم مشاهدينا بدي حييكم مع الحل عنا عبر الام تي في. اليوم تابعنا المؤتمر الصحافي للوزيرة فيوليت صفدي، وكان دورة الرئيس الحريري مساند لما أطلقته اليوم أمام الرأي العام اللبناني أنه الرئيس بري سيخصص جلسة تشريعية لبحث قوانين تخص المرأة اللبنانية، وإن شاء الله ب 17 أذار 2020 بنكون صرنا على السكة يلي الدستور ما بيفرق بين مرأة ورجل، إنما حتى المرأة كمان اللبنانية تاخد حقها لأنه لها حقوق مثل الرجل. معلومة. بمعلومتنا لليوم، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أصدرت بيان حددت فيه بعض الإرشادات للمسافرين خلال شهري آب وأيلول. من المتوقع أنه يشهد مطار رفيق الحريري الدولي حركة كثيفة للمسافرين خلال الفترة الممتدة من الأول آب حتى 15 أيلول 2019. بيهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الازدحام الناتج عن حركة المسافرين، خصوصا في ساعات الذروة اللي بتكون بالأوقات التالية من الساعة 5 فجرا للساعة 8 صباحا، ومن الساعة 2 بعد الظهر للساعة 5 بعد الظهر، من الساعة 11 ليلا حتى الساعة 3 فجرا. لذلك فالمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تطلب من المسافرين والوافدين الكرام التقيد بتعليمات فصيلة تفتيش المطار بسرية مطار رفيق الحريري الدولي، وهي التالية: الحضور إلى المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد إقلاع الطائرة، عدم تجاوز الخط الأصفر الموجود أمام آلة الكشف السكانر أثناء عملية التفتيش، وضع الستورات والمعاطف والأجهزة الإلكترونية والقطع المعدنية، هاتف، حاسوب، ساعة، آيباد، أحزمة داخل المستوعبات البلاستيكية المخصصة خلال التفتيش، منع استحاب المواد الممنوعة والمصنفة خطرة كالمواد المشعة والغازات المضغوطة، وعدم نقل الزيوت إلا إذا كانت موضبة بحسب تعليمات الناقل الجوي. أما بالنسبة للسوائل فيسمح لكل مسافر نقل لتر واحد، يعني عدة عبوات، ولكن مجموعة يكون لتر في حقيبة اليد على ألا تزيد سعة كل عبوة عن 100 ملليلتر، عدم وضع المواد الخطرة أو المحذرة المحذر نقلها في حقائب المسافرين وفقا للمعلومات المعتمدة عالميا، وأكيد تروحوا وترجعوا بالسلامة. اتصالاتكم مشاهدينا على 04-444-444. بالبداية بدي أحكي شوي ببعض المتابعات بالنسبة ليلي اشتكى عن الشاحنات على طريق جزين، وايضا على الباصات النقل يلي كل اشابوناتهم رايحه مازوت ودخان اسود كثير، يعني عم تاذي الماره وحتى السيارات يلي قدامها. تواصلنا اليوم مع بلديه جزين، رئيس البلديه مسافر، ولكن حكينا مع احد اعضاء البلديه لانه هذا الموضوع كان على جدول اعمال الجلسه الماضيه للمجلس البلدي، وستستكمل بالجلسة المقبلة مع عودة رئيس الاتحاد ورئيس البلدية خليل حرفوش من السفر لأخذ كل الإجراءات القانونية اللي بنص عليها القانون من ناحية انتظام الشاحنات بأوقات محددة، ومن ناحية طبعا التلوث الناتج عن إشابونات الباصات اللي بتنقل الركاب. ونحن أكيد بانتظار هذه التعليمات والتوجيهات اللي رح تتخذ رحمة بالناس. باخذ اتصال. الو الو، بونجور. بونجور، معك سعيد الزهر من جعبرين الكورة. ايه اهلا وسهلا. من فضلك انا مقدم شكوى بحق رئيس بلدية عندنا. نعم. ب4/3/2019. نعم. لسا لحديت هلا ما جاني عنا شيء رد نهائيا. لوين مقدم؟ ورجعت مقدمة بوزارة الداخلية. نعم. انعمل فيها تحقيق عند القائم مقام ورجعت عند وزارة الداخلية. عندك رقم؟ عندك شيء؟ عندي 4629 رقم بوزارة الداخلية. ايه صح. اوكي،
لهلا بعد مش عارف شيء عن الموضوع. ما عارف شيء، ولا حدا طلبني ولا حدا سألني ولا انت تابعتها او رجعت فيها؟ رجعت، عم راجع فيها، بس فقط قالوا لي رجعت بشهر 6 على وزارة الداخلية 24/6، وسأل هلا ما حدا لا سألني لا سؤال لا جواب، مع انه الدعوة مهمة يعني فيها افادات كاذبة عن رئيس البلدية وفيها رخصة مزورة. بقى هذا لازم هالامر يستدعوني دغري، لسا لحديت هلا ما حدا استدعيني ولا حدا حكاني بشيء، وانا مقدم وثائق مختومة يعني بايد بخط ايده. اوكي، خلينا نشوف مع الداخلية شو مصير هالقضية هيدي ونجاوبك. يعني بس بدي اشوف اي متى يعني كيف رح نقدر ناخذ اجوبة من وزارة الداخلية. اوكي، اهلا فيك. كمان اتصال. الو الو، تفضل. بونجور. بونجور. بس بليز، انا شارع بالمنصورية في شارع سانتريكتا. نعم. قبل بلدية المنصورية دغري. نعم. اوكي، وعدونا يدفونا الطريق بس شرينا بقلب الجناية، هي طريق بقلب الوادي وعرة كثير يعني بيك اب ما بيكون، وبالشتوية اول الشتوية حتقلب الطريق. ايه بس كل مرة بيقعدونا يدفوا ما بيدفوا. هو شو اسمه الشارع؟ سانتريتا. شارع سانتريتا. اوكي، في كثير في ابنيه هنيك كثير، في طالع صار بنيتين 40 شقه. ايه، بكره بنرجع نتصالح مصرياتهم يعني للبلديه. ايه بس اقول لك شغله، هو الشقه بعدها قيد الانشاء ولا خلص خلصت؟ لا 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 لا، خلصت. لانه اجمالا ما بيزفتوا طريق ما دام بعد في اشغال وكاميونات طالعه ونازله، بتخلص الاشغال بيزفتوا. شفت ليه؟ ما في شيء. خلص رح نسال نحن البلديه بالموضوع. بس انا حبيت استوضح هذا الموضوع حتى اعرف، لانه اجمالا بيربطوا الكاميونات والنقل والعمار قبل التزفيت، من هيك سالت السؤال. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو الو الو، اهلا. بدي احكي ست ربيكا. معك، تفضل. انا معك، تفضل. بدي احكي شكوى بشان زبوط السير اللي معمول من 2012، نحن ما معنا خبر فيه. ايه، ومبيع السيارة من زمان. اجا عسكري عم ببلغنا انه في ضبط عليكم، رحنا ندفعه من قاضي لقاضي من محكمة. صار يومين عم نشتغل فيها القضية، من عبكرة الدور كل يوم وزل، وكأننا مجرمين عاملين شي جريمة. بعدين بالضبط ازاي طلع 55,000، بدي أفوق 45,000 تأخير، ونحن ما معنا خبر إنه في يعني أنا ضبط تأخرنا ولا شيء. كله هاي قدام الزل والنطرة وتعو. سامع ستنا؟ عم بسمع. إيه يعني حرام، وحيطلع ما معنا خبر، بس عيب هلا مجرمين نحن هيك. شو هالبلد هيدا؟ شو بنعمل؟ كيف نعيش فيها؟ ما معنا خبر فيه الضبط. ضبط سرعة، نحن بنسوق، ما دام تبي تسوق يمكن 40 مثلا بتخاف تسوق بالسيارة، ونحن ما حدا عم بسوق. كيف عاملين الضبط من 2012 والسيارة منبيعة صار لها 5 سنين؟ هلا بيجينا البوليس كاننا مجرمين جايين يبلغونا عليكم ضبط. بس رح ندفع عادي ماشي الحال، بس نزل ومن يومين صرنا نعطل شغلنا رح ندفعه. مرتي معلمه مدرسه وانا بموظف بنك. هي المشكله كنا عم نقول انه كل الزبوطه اللي قبل القانون السير الجديد وتطبيقه مفروض ينعمل عليها اعاده نظر وتتبلغ دفعة واحدة ليعرفوا الناس، لأنه هلأ حاليا من بعد تطبيق قانون السير الجديد فيكم تفوتوا على السايت تبع قوى الأمن فيكم تعرفوا إذا عليكم ضبط ولا لا، بس ما قبل حتى بالنافعة إذا عم تسجل سير أو شو ما كان ما فيك تعرف. هيدي هي هالسلسلة البعض لازم بدها تثبيت، لأنه مثل ما قلت الناس ما بتبقى عارفة، عم تتراكم عليها وعم توصل لمبالغ، وبيكفي التعب إنك تطلع على المحكمة وتسترحم والقاضي، قصة بدها يومين مثل ما عم بتقول. وما صار شيء لقبل 2012، كل زبوطة هاي ما صار شيء فيها، بينطروا حتى توصل على المغفر والمغفر يبلغ الناس، للأسف الشديد، للأسف. فاصل ومنتبه.